طيب خلينا نحكي عن موضوع آخر عن الوجوه الجديدة. يلا. مشاهدينا وجهنا الجديد اليوم من الأردن ركين سعد ممثلة شابة درست التمثيل وهي اليوم تخطو أولى خطواتها الاحترافية عبر مشاركتها في مسلسل بوابة القدس ومسلسل بيارق العرب. التفاصيل في هذه المقابلة مع ركين. بلشت أنا عمري 10 سنين بمركز الفنون الأدائية وبعدين كملت بالمدرسة. أنا عملت نظام بريطاني بالمدرسة ودرست تمثيل بالمدرسة وبعدين كملت بالجامعة أخذت بكالوريوس دراما من جامعة أكستر بريطانية. أنت لسه بتغلط وغلطك بكبر؟ شو غلطت أنت؟ لعلمك لا أنت ولا 10 مثلك بمنعوني أدافع عن بلدي بأي طريقة كانت حتى لو بستشهد حازم. هاي السنة أول تجربة لي بالتلفزيون رح تكون عبر مسلسلين رح ينزلوا برمضان. هم أول إشي اشتغلتهم مسلسل بوابة القدس للمخرج رضوان شاهين ومسلسل بيارق العربة للمخرج إياد الخزوز. دوري بمسلسل بوابة القدس أحد الأدوار الرئيسية بالمسلسل هو دور ربا، دور بنت مراهقة صغيرة أمورة، يعني الهلوبة هيك بتمزح وبتضحك وبنفس الوقت حساسة. كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم صحة والسلامة. رمضان كريم وتابعونا في رمضان على الشاشات العربية. معكم ركين سعد. في علاقة تربطنا فيها لركين مشاكل لزميلنا أبوها سعد السلاوي. هي بنت زميلنا سعد. بنت زميلنا بالفعل. يلا إن شاء الله نشوفها ممثلة نجمة. كبيرة نجمة إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا